الثامنة، لقد دشن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعض الأعمال التي لم نعرفها. لقد استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رؤساء من جميع دول العالم مثل باكستان واليونان وأفغانستان وحتى داعش. أعزائي المشاهدين، ما تديروش عليه، هذا راه يرقص الاي اي، راه كاري الحلوى. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء. هيا بركة ما تكذب على الناس، بركة ما تلعبها بكوش. هاك تضحك؟ أنا كرهت كاع نعاودو تكذبوا علينا. الشعب الجزائري ما على بالاش بلي أنا راجل. فكره دشانة هدامة حطامة، وين دشانة وهدامة حطامة؟